إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام، معكم حسين كمال على قناة فاميلي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تظبط السكر عندك. طبعا هنظبط السكر النهاردة بالحلبة. الحلبة دي يا أخواني الكرام كنز كبير جدا لازم يكون موجود عندك في البيت، مضاد حيوي، لها فوائد كتير جدا جدا في خفض الكوليسترول وخفض السكر، لها فوائد كتير جدا للبشرة والشعر والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، مطهر معه وقوي جدا. طبعا احنا مش هنتعمق قوي في الحلبة لان احنا كده كده هنعمل لها ان شاء الله مقال لوحديها، بعيدا عن ان هي النهارده هنتكلم عليها ان هي بتخفض السكر. الحلبه لوحدها ما تخفضش السكر، لكن ايه اللي يخفض السكر؟ هو انا اساسا ايه اللي عالي عند السكر؟ اللي عالي عند السكر العامل النفسي وزياده الوزن وعدم تنظيم الاكل. يبقى الثلاث حاجات دول، العامل النفسي وزياده الوزن وعدم تنظيم الاكل. طيب العامل النفسي اللي هو المشاكل النفسيه في البيت بقى، فلازم الواحد في بيته يكون الاسره حواليه تحس بالمريض، يعني هيئ جو كويس كده للمريض اللي هو عنده السكر، بلاش تنكد عليه كل شويه. يعني مثلا لما يكون مثلا والدك اعمل له جو كويس، جو فريش كده، دايما خليه مفرفش. انت برده كست بيت او ربه اسره يا ريت برده تهيئ الجو كده لزوجك، او لو انت بنت ووالدتك او والدك نفس الكلام برضو، نهيئ البيت ونخلي الحاله فريش في البيت، لان الحاله النفسيه دي اكتر شيء بيعلي السكر اكتر شيء. طبعا انا مش عايز احكي لكم على مواقف بتحصل عندي في المعمل بسبب الحاله النفسيه دي بالنسبه للناس بتوع السكر ومرضى السكر. الحاله النفسيه وزياده الوزن، زياده الوزن برضو عامل رئيسي في السكر. يعني اظن كتير لو انت كنت عندك الوزن زائد وبدات تعمل على انقاص الوزن ان شاء الله السكر هينزل معاك مع نقص الوزن، السكر بينزل برضه. طيب الحاجه الثالثه اللي هي الرياضه بقى، ان انت لازم تعمل رياضه وحركه مستمره ودائمه على طول. وفي حاجه اساسيه يا اخواننا الكرام اللي هو تظبيط الاكل، لازم تنظم الاكل كويس جدا جدا، لان انت لو ما نظمتش الاكل اي حاجه مش هتفيد معاك، لا علاج هيفيد معاك ولا اعشاب هتفيد معاك ولا نباتات ولا حركه ولا رياضه ولا اي حاجه. لازم تنظم الاكل بتاعك كويس جدا. الدهون بقى والمحليات والنشويات والسكريات، كل الحاجات دي لازم تظبطها وتمشي عليها كويس. طبعا ده بيرجع للطبيب بتاعك، بتمشي مع طبيب، وممكن برضو انت من خلال ثقافتك من خلال قراءتك ان انت تعرف ازاي تظبط السكر بتاعك وتنظيم نظامك الصحي والغذائي كمريض سكري. الحلبة مفيدة جدا في ظبط وانقاص نسبة السكر. ازاي؟ هتناول الحلبة اما عن طريق شرب زي الشاي، اعمل كاس شاي واشربها، او عن طريق ان انت تطحنها كويس جدا، وبعدين كل وجبة طعام بتاخد معلقة او ملعقة قبل الوجبة بتسفها، يعني زي كأنها مثلا سكر كده وتروح سففها، دي قبل وجبة او في الصباح والمساء مرة، ده لو مفيش خالص يعني ممكن في الصباح والمساء مرة. طيب في بقى حاجة اقوى 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 من كده، ان انت بتنقع الحلبة من بالليل في مية، تجيب كوباية مية مثلا زي كوباية الشاي او كاس كبير شوية وتنقعها، وتيجي الصبح بدري على الريق تروح جايب الحلبة وتمضغها كأنك بتمضغ لبان، يعني كأنك بتمضغ لبان، جيب الحلبة وامضغها، وده ان شاء الله باذن الله وبعون الله هينزل السكر عندك بدرجة شاسعة ان شاء الله. وطبعا في الحلقات الجاية ان شاء الله عندنا نباتات كتير جدا بتحرق السكر، عندنا وصفات كتير جدا هتحرق السكر باذن الله، فداوموا على المتابعه معانا ان شاء الله، وان شاء الله هنخلي السكر عندك ينزل بدرجه تخليك دايما مصاحب السكر وتعيش مع السكر 100 سنه من غير ما تحس بيه ولا بمضاعفات. اخواننا الكرام يا ريت لو عجبكم الحلقه ما تنساش تضغط على زر لايك، ولو اول مره تشاهد الفيديو اعمل اشتراك في القناه ومتابعه بالضغط على الجرس عشان يوصلك كل الجديد من عندنا او على القناة. الى هنا تنتهي الحلقة، معكم كان معكم من قناة افهم مني حسين كمال، اترككم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.